عقار اليوم عبارة عن منزل أرضي R plus 1 بمساحة 260 متر مربع وفي حديقة. لمزيد من التفاصيل كملوا معنا الفيديو الأخير. السلام عليكم متابعي الوكيل إيموبيلي في فيديو جديد وعقار جديد. وكما على بالكم الوكيل إيموبيلي ديما يجيب لكم لزافير. وبالنسبة للمشاهدين الجدد ما تنسوش ديروا متابعة باش يلحقكم كل يوم جديد في العقارات. من ولاية الجزائر دائرة درارية بلدية كبيرة بالتحديد من حي الحاج يعقوب. عقار اليوم عبارة عن منزل أرضي R plus 1 plus حديقة للبيع أو تبديل في منطقة فيها كامل المرافق: مركز صحي، محلة تجارية، المسجد، بوسطة، فرع بلدي، ابتدائية وكل شغري بليك. وكما شفتوا الحي راه سكني بامتياز والطريق مخدومة بالكامل ونظيفة وكان. وهذا هو المنزل اللي رانا نتكلم عليه، وهذا هو الحي اللي متواجد فيه، وجيرانك كامل كان مربي بارد. والآن فضلوا معنا نشوفوا المنزل من الداخل. المنزل متوفر فيه الغاز والماء والكهرباء وبمساحة إجمالية تقدر ب 260 متر مربع. والآن رانا في الجزء المبني F4 شابة ومفينيا وفيها أور كبير ومعها زوج غرف وصالون وكويزين وصال دو بان وسانيتير. مساحة الجزء المبني هي 110 متر مربع، يعني كامل لي بياس راح يكونوا واسعين والعائلة تاعك راح تكون مرتاحة. وكما قلت لكم المنزل فيه أور كبير، وكما راكم تشوفوا يقابلك صال دو بان غرفة، وعلى اليمين المطبخ وعلى اليسار غرفة أخرى. المنزل راه فيني ونظيف وفيه لي كليماتيزور وشوفاج. متابعينا الأعزاء تعذر علينا نصوركم كامل أرجاء الطابق. من الناس اللي راهي مهتمة تقدروا تتواصلوا مع صاحب العقار وتروحوا تشوفوا كلش قدامكم. نطرحوا الطابق الأول نلقاو فيه مساحة المتبقية اللي فيها الحديقة. مكان جميل ومخضر كما راكم تشوفوا. البلاصة هذه فريكان، يعني تقدر تريح فيها مع العائلة تاعك وتجوزوا وقت جميل مع بعض. يلا نروحوا نكتشفوا باقي أرجاء الحديقة. عندك فيها أشجار متنوعة، مثلا شجرة الليمون، التفاح، والتين، والجوز. العقار واسع جدا، يعني تقدر تكمل فيه البناء وتقدر ترجعوا فيلا فخمة، لأنه مساحته الإجمالية كما قلت لكم 260 متر مربع، وتقدر تطبق فيها العديد من الأفكار على حسب ذوقك انتايا. كما قلت لكم المنزل متوفر فيه الماء والغاز والكهرباء وعندك لاسيتان. بون الان خلونا نروحو نشوفو لاطيراس. كما راكم تشوفو راهي بليبيلي، يعني تقدر تكمل تبنيها ويولي عندك منزل R plus 1. المساحة المبنية كما قلت لكم 110 متر مربع. ونعاود نذكركم الطبق الارضي مبني فيه F4، يعني فيه زوج غرف، صالون، كويزين، سانيتير وصال دو بان. وكما راكم تشوفوا في هذه المنطقة الواسعة اللي راهي لهنايا تقدر تطبق فيها نفس واش كاين في الطابق الأرضي. المنطقة عمرانية وسكنية بامتياز وهادئة وقريبة على كامل المرافق. من بلدية الدويرة دائرة درارية ولاية الجزائر العاصمة. عقار اليوم بسعر 2 مليار و800 مليون قابل للتفاوض والتبادل، والوثائق تاعو بابي تمري أي عقد عرفي. الناس اللي راهي مهتمة راح أخلوكم رقم صاحب العقار في التعليقات وفي صندوق الوصف. ما تنساوش تتابعونا على كامل صفحاتنا الوكيل إيموبيلي باش يلحقكم ديما جديد في العقارات. مع الوكيل إيموبيلي ما تشريش تتنزه.